الفنانة الجميلة اللي معايا دلوقتي. 2017 بالنسبة لها كانت سنة مهمة جدا، قدمت أكتر من عمل فني، حقق نجاح كبير. هي النجمة الشابة سهر الصايغ. بقول لك طبعا كل سنة وانت طيبة. ميرسي وانت طيب، ربنا يخليك يا رب. مليون مبروك على كل أعمالك الجميلة في 2017. الله يبارك فيك من ذوقك، شكرا. واحنا بنودع السنة بقى وانت لسه بتستقبلي جوائز وتكريمات، حاسة بإيه دلوقتي بعد كل التعب اللي تعبتيه في كل أعمالك؟ والله الحمد لله بفضل ربنا. انا بشكر ربنا جدا لانه من البدايه اداني فرصه اني اشارك في اعمال كلها متميزه مع نجوم كلهم متميزين، اضافوا لي الحقيقه وقدموا لي بشكل جيد، فده ادى ان انا ابقى معاكم هنا النهارده، فميرسي جدا. بداتي تمثيل من وانت طفله، الفن ادالك ايه واخد منك ايه؟ لا ادالي كتير قوي، وبعتبر ان هو ما خدش مني حاجه، لانه المتعه اللي هو بيديها لي بتكفي ان هي تريستور كل الحاجات اللي هو خدها مني. فانا بحب الفن جدا جدا جدا، وحاجه مشرفه جدا لاي فنان ان هو بيبقى بيكرم عن 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 اعمال قدمها. اعتقد ان دي اكتر حاجه بتسعده، فالحمد لله. انت من نوعيه الناس اللي ممكن بيأجلوا بعض القرارات، ولا على طول كل ما بتاخدي قرار لازم تنفذيه في لحظتها؟ على حسب، لو محتاج القرار انه يتأجل بأجله، لو مش محتاج بعمله، يعني على حسب التوقيت. بس ايه القرار اللي مأجلاه 2018؟ لا مش مأجله حاجه. لا مش مأجله حاجه. قرار الحب والارتباط؟ لا، القرار يعني القرار ده ما بيؤجلش، يعني لانه هو اوريدي. انا اسفه، خلاص اوكي. لانه هو اوريدي، يعني هو بيجي من عند ربنا كده، بيبقى نصيب. فيعني القرار لما بتحصل خلاص، يعني مش محتاجه تأكيد يعني. بالظبط بالظبط. طيب ايه اكتر حاجه ممكن تبسطك لو حصلت في 2018 على المستوى الفني وعلى المستوى الشخصي؟ انا اكتر حاجه بتبسطني ان احس ان ربنا سبحانه وتعالى راضي عني، ما فيش اي حاجه بتبسطني اكتر منها، يعني غير كده كل حاجه يعني سواء، يعني سواء بالايجاب او بالسلب. يعني انا مش من النوع اللي بزعل او بفرح قوي، فالحمد لله. عاده ليله راس السنه بتحبي تقضيها فين؟ في البيت، اصل ده ليله عيد ميلادي، فبيبقى كل سنه وانت طيبه. وانت طيب يا جماعه. لازم كلنا نقول سهر طبعا كل سنه وانت طيبه بمناسبه عيد ميلادك. الكام بقى ولا بلاش؟ لا بلاش. الأمنية اللي بتتمنيها في السنة الجديدة إن ربنا يا رب يعني يحمي مصر ويخلي لي أهلي ويخلي كل الناس للناس اللي بيحبوهم. العراق لو سمحت. إيه؟ الإعلان؟ العراق طبعا، ربنا يحمي العراق يا رب، ويعني إن شاء الله يبقوا منورين الدنيا على طول كده يا رب.